الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل، إزالة النجاسة والأشياء النجسة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، ثم أما بعد. نعم، ناسب أن يذكر المصنف ما هي النجاسات وكيف يمكن إزالتها. ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل. نعم، أريد أن أذكر لكم أنواع النجاسات الطارئة. النجاسات الطارئة على المحل أنواع، وكل نوع له طريقة في التطهير تختلف عن النوع الثاني. أنا سأذكرها على سبيل الإجمال ثم نذكر كلام المصنف. أول النجاسات الطارئة، الطارئة على الماء، وله طرق خاصة بتطهيره، منها النزع ومنها المكاثرة وغير ذلك. النوع الثاني، النجاسات الطارئة على المائعات، مثل الزيت والخل والأطياب وغيرها من غير الماء. كل ما ليس بماء من السائلات تسمى مائعا، وهذه لها طريقة أخرى في التطهير. النوع الثالث، الطهارات الطارئة على الأرض، وهذه لها وسائلها، منها التشميس، ومنها الاستحالة، ومنها سكب ذنوب من الماء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي، وهي المكاثرة، تسمى المكاثرة. النوع الرابع، الطهارة الطارئة على بدن الآدمي، وهذه يفصلها العلماء في باب مستقل يسمونه باب الاستنجاء، وذكرت لكم قبل قليل أنها قسمان. النوع الخامس، النجاسة الطارئة على الثوب ونحوه، قد يكون ثوبا، وقد يكون بساطا على الأرض مفروشا، وقد يكون فراشا يرقد عليه، وقد يكون إناء، وقد يكون غيره. هذا النوع هو الذي يتكلم عنه غالبا في هذا الموضع، قد يكون صقيلا وقد يكون غير صقيل وهكذا. هذا هو الذي يتكلم عنه العلماء عادة في باب إزالة النجاسة عن هذا الموضع، يتكلمون عنه في هذا المحل. انظر ماذا يقول الشيخ. يقول الشيخ: ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن، أي على المحل أو على غيره. هذه الرواية الثانية التي مشى عليها المصنف. سأذكر لكم اصطلاحا، حيث قلت لكم هذه هي الرواية الثانية، معنى ذلك أن المشهور على خلافها، ولن أذكر المشهور اختصارا للوقت. إذن قال: جميع النجاسات على البدن، أي سواء كانت على المحل أو على غيره، أو الثوب وهو النوع الثاني من النجاسات الطارئة، أو البقعة أي الأرض، أو غيرها مثل السيف الصقيل ونحوه. أما المياه فقد سبق الحديث عنها. قال: أن تزول عينها عن المحل بأي طريقة كانت، فليس لها صفة من حيث عدد الغسلات، وليس لها صفة بالمزيل، فقد يكون ماء وقد يكون غير الماء، وليس لها صفة من جهة النية، فلا يلزم فيها النية، بل ولا يلزم فيها الفعل، فقد تزول وحدها من باب الاستحالة. والذي مشى عليه المصنف وهو الصحيح وعليه العمل والفتوى، أن النجاسات سواء كانت على البدن وغيره، إذا زال عينها فقد طهرت، إلا التي على السبيلين فهي مستثنات لأجل الاستنجاء كما تقدم. وبناء عليه، فلو وقعت نجاسة على الثوب ثم نشرت الثوب وكان الثوب أبيض تظهر فيه الألوان، ثم نشرت الثوب في الشمس
وبعد يومين جئت فلم تجد للنجاسة أثرا، لأن الشمس أذهبت أثر النجاسة تماما، لم تجد لونا ولا ريحا مطلقا، ولم تجد أثر النجاسة ولو بأن يكون الثوب يعني فيه أثر بقاء النجاسة، فنقول قد طهر. مثله البقعة، مثله أيضا السيف أو الأرض البلاط، فالبلاط الصقيل هذا إذا مسحته بالممسحة ولو وقعت عليه النجاسة وفي الممسحة بلل يسير جدا، ثم أذهب عين النجاسة نقول طهر المحل. وهذا القول الذي أورده المصنف لا شك أنه هو الصحيح دليلا، ولا يلزم فيه غير ذلك، أي غير إزالة عين النجاسة، إلا إذا كانت على المحل والاحتياط على سائر البدن فلا بد فيها من الغسل. طبعا على سائر البدن مثل ماذا؟ رجل وقعت نجاسة على يده، لمس نجاسة، ثم بعد ذلك باشر أشياء كثيرة من المائعات، كان سكب على يده شاي فنظر في يده فوجد أن النجاسة قد زالت لونها وريحها، فنقول طهرت يدك، لا يلزمك غسلها. وهكذا من الأمور على البدن أو على الثوب أو على البقعة، ويكفي فيها المسح إن كان المسح كافيا. إذن هذا على الرواية الثانية خلاف المشهور. طيب، ولذلك يقول المصنف لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا معينا إلا في نجاسة الكلب. وأما الحديث المروي فإنه لا يثبت، الذي نقل عن ابن عمر فإنه لم يوقف له على إسناد عند المتأخرين. قال رحمه الله تعالى: لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها 7 غسلات إحداها بالتراب، في الحديث المتفق عليه. نعم، عندنا هنا مسألة وهي قضية أنواع النجاسات باعتبار تغليظها والتسهيل فيها. فالعلماء يقولون إن النجاسات 3 أنواع باعتبار تغليظها وكيفية إزالتها. فهناك نجاسة مغلظة، ونجاسة مخففة، ونجاسة عادية، 3 أنواع أورد المصنف الأنواع الثلاثة كلها. فأما النجاسة المغلظة فهي التي جاءت في حديث أبي هريرة وعبد الله مغفل: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، وهي نجاسة الكلب، نجاسة بوله وغائطه وريقه. الحديث انظر معي ورد في ريقه وسؤله إذا شرب، وفي لفظ إذا ولغ، وإنما ألحقنا به بوله وغائطه من باب القياس الأولوي، وبناء على ذلك فنقيس على الكلب كل قياس أولوي، فنقيس على الشرب بوله وغائطه، ونقيس على الكلب الخنزير، فإن الخنزير ملحق بالكلب لأنه قياس أولوي. وجه كونه أولويا أن الكلب منهي عن اقتنائه، استثني منه كلب الصيد والحرف، بينما الخنزير منهي عن اقتنائه مطلقا، وكلاهما أي الكلب والخنزير لا يجوز بيعهما، بخلاف سائر السباع فإنه إذا كان فيها منفعة فيجوز بيعها على إحدى الروايتين. فالمقصود من هذا أن القياس الأولوي أنه يدخل في النجاسات المغلظة الخنزير، نجاسة الخنزير فإنه يجب فيها 7، كما أن القياس الأولوي عند علمائنا يدخل في صفة التطهير كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل 7 إحداها بالتراب، لأن التراب يزيد في التطهير، فمن باب الأولى أنه يقوم مقام التراب كل مطهر أشد تطهيرا منه. مثال ذلك عبر الفقهاء قديما بالأشنان، فإنهم يذكرون الأشنان وهو معروف إلى الآن، وما زال بعضنا يطهر به من كبار السن، تغسل به الثياب، فالأشنان يقوم مقام التراب. ومثله الآن عندنا الصابون عند فقهائنا يقوم مقام التراب من باب القياس الأولوي للقياس المساوي، هذا تسمى النجاسة المغلظة. النوع الثاني من النجاسة هي النجاسة المخففة، والنجاسة المخففة على مشهور المذهب وهو ظاهر كلام المصنف نوع واحد فقط، وهو نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام. فبول الغلام الذي لم يأكل الطعام نجاسته مخففة، يكفي فيه النضح وسيأتي بعد قليل. ما عدا هذه النجاستين، نجاسة الكلب
ونجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام تسمى نجاسة عادية، فالبول من الآدمي والغائط من الآدمي والمذي على المشهور من المذهب من الآدمي كلها نجاسات عادية. إذا وقعت على الثوب فالمشهور عند المتأخرين أنه لا بد من 7 غسلات، والصحيح كما ذكر المصنف أن كل إزالة عين لها بالماء أو بغيره يكون مطهرا. والأشياء النجسة بول نعم الآدمي، هنا قال الأشياء النجسة، بدأ يعد الشيخ الأشياء النجسة وهي أنواع. هنا في الحقيقة أورد المصنف أمثلة ولم يرد المصنف جميعها على سبيل القطع. قال بول الآدمي، وهذا بإجماع، فإن البول نجس بإجماع أهل العلم ولا خلاف فيه. وعذرته، وعذرته وهو الغائط الذي يخرج من الدبر. وقولنا البول بول الآدمي وعذرته سواء خرجت من المحل أو من غير المحل، فلو أنه شق في البطن شق وخرجت منه نجاسة فهو نجس. والدم إلا قال والدم لأنه نجس بإجماع المسلمين، لا خلاف بين أهل العلم أن الدم نجس، حكى الإجماع كبار العلماء كالإمام أحمد وابن حزم الظاهري وابن المنذر وكثير من أهل العلم حكوا الإجماع على النجاسة. إلا أنه يعفى عن الدم اليسير. نعم، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما يعفى عن يسيره، وهو ما فحش في نفسك، ضابطه ما فحش في نفسك. ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر. نعم، قال مثله أي مثل اليسير والكثير النجس، أما الكثير النجس قال فالدم المسفوح من الحيوان المأكول فإنه يكون نجسا، وأما اليسير المعفو عنه فهو الدم الذي يبقى في العروق واللحم، فإنك إذا طبخت اللحم أو أكلته نيئا فإنك سترى فيه دما يكون فوق اللحم في المرق، فنقول إنه يكون طاهر بإجماع لأنه يسير. ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله. نعم، قال كل بول وكل حيوان يحرم أكله فإن بوله وروثه يكون نجسا، وهذا باتفاق أهل العلم في الجملة. والسباع كلها نجسة. طبعا استثنى بعض أهل العلم الطوافين والطوافات. قال رحمه الله تعالى وكذلك الميتات إلا ميتة الآدمي. نعم، قال والسباع كلها نجسة سواء كانت كلبا فنجاسته مغلظة أو من غيره من السباع. وكذلك الميتات أي كل ما مات حتف أنفه من غير ذكاة من مأكول اللحم فإنه يكون نجسا، وغير مأكول اللحم ولو ذكي فإنه نجس. إلا ميتة الآدمي. نعم، قال إلا ميتة الآدمي لأن الآدمي طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس، وقوله إلا المؤمن وصف الإيمان وصف طردي لا أثر له في العلة، إذ المراد إلا الآدمي، فإن الآدمي لا ينجس، ولذا فإنه من غسله فإنه يكون طاهرا، والأرض التي يدفن فيها الآدمي هي طاهرة وليست بنجسة. وما لا نفس له سائلة. نعم، قال وكل ما لا نفس له سائلة فإنه طاهر، دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في يديه يغمس ثلاثا فإن في يدي في أحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء، فغمس الذباب في الإناء يدل على أن الذباب طاهر. والمراد بالذباب في الحديث ليس الذباب الذي نعرفه فقط، بل كل ما ذب عن الوجه، فكل الحشرات التي تطير تسمى ذبابا، فالنحل ذباب والبعوض ذباب وغيره من الأمور التي تطير تسمى ذبابا. دليله ما جاء عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل الذباب في النار إلا النحل، فسمى هذه الأمور كلها ذبابا، فكل ما ذب عن الوجه سمي ذبابا. إذن الذباب طاهر ليس بنجس لأنه ليس له نفس سائلة، والمراد بنفس السائلة بلغة أهل العصر أي ليست له دورة دموية كاملة، فالذباب والحشرات من هذا النوع كلها طاهرة. كذلك العقرب، فإن العقرب ليست لها نفس سائلة فهذه تكون طاهرة، إلا إذا كانت متولدة من نجس فإنها تكون كالجلالة نجسة لأنها تولدت من نجسة كالصراصير التي تخرج من الكنف. والسمك والجراد لأنها طاهرة. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان السمك والجراد. قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم. نعم، هذه الآية دليل على نجاسة الدم، لأن الدم إنما حرم لنجاسته والميتة إنما حرمت لنجاستها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن ما حرم فإنه يحرم الانتفاع به في قصة اليهود لما حرمت عليهم الخنازير، فكل ما حرم أكله حرم الانتفاع به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، هذا يدل على أن الميت الآدمي طاهر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن هذا وصف طردي
لأنه قاله لأبي هريرة لما انخلس ولم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. نعم، هذا الحديث أورده للدلالة على أن السمك والجراد ميتتهما طاهرة، لأنه يجوز أكلها فتكون طاهرة. وأما الكبد والطحال فإنهما وإن كان أصلهما دما إلا أنها ملحقة بالأعضاء التي ليس فيها الدم، إذ أعضاء الحيوان مأكول اللحم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ما فيه دم، وما ليس فيه دم، وما كان فاصلا بينهما. فما فيه دم وهي الأحشاء الداخلية تباح بالذكاة، وبدون ذكاة حرام. فلو أبينت إبانة كأن قطعت رجل أو إلية من حيوان مأكول اللحم فإنها حرام لأنها لم تذكى. ما أبين من حي فهو كميتته. النوع الثاني: ما كان من الأعضاء لا دم فيه، كالقرون والشعر والريش، فنقول هو طاهر من الحي والميتة. النوع الثالث: ما كان فاصلا بينهما وهو الجلد. فالمشهور أن الجلد لأن فيه دما لا يكون طاهرا إلا بشرطين: الشرط الأول أن يكون من مذكى مباح، وأن يكون مدبوغا. والرواية الثانية أنه يكتفى بالشرط الثاني دون الشرط الأول، لأنه ملحق بما ليس فيه دم لأنه يطهر من الدم. وأما ما يكون الدم فيه مثل الأحشاء الداخلية لأنه يجري فيه الدم فإنه لا يطهر إلا بالتذكية، أو لا يباح إلا بالتذكية. وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة. نعم، لحديث العرانيين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أباح شرب بول الإبل، ولنعلم أن شرب أبوال الإبل ليس جائزا على الإطلاق، وإنما العلماء يقولون إنما يجوز عند الحاجة إليه، ولم يعبروا بالضرورة، لأن المذهب يرون أن التداوي حاجة وليس الضرورة، ولذلك عبروا بالحاجة. وأما شربه من غير حاجة التداوي فلا يجوز، محرم لأجل الاستقذار، فتساهل بعض الناس في شربها غير جائز عند فقهائنا. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الصلاة في معاطن في 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 مرابض الغنم، فدل على أنها طاهرة أرواثها. ومني الآدمي طاهر. نعم، لأنه أصل خلقة الآدمي. ذكر الدليل المصنف من حيث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه. نعم، وهذا يدلنا على أنه ليس بنجس. وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح. نعم، هذه هي النجاسة المخففة. النجاسات قلنا إنها ثلاثة أنواع: مغلظة وعادية ومخففة. مرت معنا المغلظة وهي التي يجب فيها سبع غسلات والثامنة التراب، والعادية ذكر المصنف على خلاف المشهور أنها تكون تطهيرها بكل ما أزال عين النجاسة، وأما المشهور فلا بد فيها من الغسل أي إسالة الماء سبع مرات. النوع الثالث من النجاسات: النجاسة المخففة، وهي عندهم بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، ورد فيه حديثان أو أكثر. كيف يكون تطهيره؟ قالوا يكون تطهيره بالغمر ولا يلزم فيه الغسل. عندنا إسالة الماء على المحل والتطهير له ثلاث درجات: نضح، وأعلى منه غسل، وأعلى منه دلك. الدلك ليس بواجب إلا عند الحاجة إليه، مثل أن تكون النجاسة على الثوب ولا يمكن إزالتها إلا بالدلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخولة رضي الله عنها: اعكصيه، وفي لفظ حتيه، فلا بد من الدلك حينئذ، ثم يأتي بعده الغسل. إذن الدلك ليس بواجب إلا عند الحاجة إليه. الأمر الثاني هو الغسل، والغسل هو الإسالة، بمعنى أن يصل الماء إلى المحل الذي يراد غسله وينفصل عنه، لا بد من الفصل. والوضوء كله غسل إلا مسح الرأس والجبيرة والخفين فإنه مسح، هذا يسمى غسل. أقل من الغسل النضح، والنضح عرفه الإمام أحمد بأنه الغمر، بمعنى أن تعم المحل بالماء ولا يلزم منه انفصال الماء عن المحل، وهذا في بول الغلام.
فلو أن غلاما بال على ثوب، فطريقة غسله أن تصب عليه ماء فينفصل الماء عنه، وطريقة نضحه أن تغمره بالماء وإن لم ينفصل. بعض الأقمشة تكون ثخينة وثقيلة، فإذا كببت عليه ماء فإنه لا ينفصل، هذا نسميه نضح وليس بغسل. ولذا فإن النضح تخفيف من الله عز وجل، ورد في حديثين، حديث بول الغلام ورد في المذي، ولكن المشهور أنه خاص بالأول لأن الثاني في إسناده مقال عند بعض أهل العلم. إذن هذا من باب التخفيف. هناك أمر رابع هو المسح، والمسح لا يكون إلا في التطهير من الحدث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، رواه أبو داود والنسائي. وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء اللون والريح، لقوله صلى الله عليه وسلم: لخولة في دم الحيض يكفيك الماء ولا يضرك أثره. نعم، هذه مسألة مهمة في التطهير. ألم أقل لكم إن التطهير بثلاثة درجات؟ أريدك أن تحفظها. من يجيب، من يذكر لي الدرجة الأولى العالية أو الدنيا؟ تفضل يا شيخنا. قبل صاحب القلم، النضح وهو لا، ليست إسالة وإنما غمر المحل، غمر المحل بالماء، غمره كاملا، لأن بعض الناس يظن أنه الرش، لا، المراد به غمر المحل، كذا فسره أحمد. الثاني يا شيخنا أعلى منه، الغسل وهو إسالة مع انفصال الماء، لا بد من الانفصال، إذا لم يكن انفصال فليس بغسل. متى يكون النضح يجزئ وكافي؟ عند فقهائنا في موضع واحد، وهو بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، وعلى الرواية الثانية أيضا المذي لأن فيه حديثا. الغسل في سائر النجاسات سواء قلنا بعدد أو من غير عدد. النوع الثالث من التطهير الدلك، بأن يجمع بين الغسل مع الدلك، سواء بيده أو بآلة أو بإظفره أو بجمع بعضه على بعض ونحو ذلك. متى يكون الدلك واجبا؟ عند الحاجة إليه، بمعنى أن النجاسة لا تزول إلا به. واضح؟ أعلى درجة ما هي؟ الدلك. لو أن نجاسة وقعت على ثوب فغسلته بماء فقط فزال عين النجاسة، طهر أم لم يطهر؟ طهر. إن بقيت فيه نجاسة نقول ماذا؟ يجب مع الغسل دلك، اعكصيه، فيجب الدلك. فإن دلكت وغسلت معا ولم تزل كل النجاسة بل بقي بعض ريحها وبعض لونها، هل يجب أن تأتي بصابون أو أن تقرضه بمقراض؟ نقول لا، يعفى عنه. إذا متى يعفى عن أثر النجاسة؟ بعد الغسل والدلك، فما بقي بعد الدلك والغسل يعفى عنه، بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر خولة بأن تدلك ثوبها، بأن تقرصه ونحو ذلك من الألفاظ التي جاءت مع غسله، قال: ولا يضرك أثر الدم. وهذا الحديث أيضا يدلنا على أن الدم نجس، لأنه مطلق في الدم سواء كان دم حيض أو غيره. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب صفة الوضوء. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن الوضوء وصفته، وعادة العلماء أنهم يريدون صفة الوضوء الكامل، ثم بعد ذلك يبينون المجزئ منه، وهو أن ينوي رفع الحدث. نعم، بدأ أولا برفع بالنية، والنية قيل إنها شرط وقيل إنها واجبة، والمعتمد أنها شرط وليست بواجبة. قلنا إنها شرط، لما؟ لأنه يجوز أن تتقدم على أول العمل، ولكن يلزم استصحابها في أثناء العمل كله، فهي شرط لجواز تقدمها على العمل، فالنية شرط للوضوء وليست واجبا فيه. ما هي النية؟ قال: هي نية رفع الحدث، بأن يعلم المسلم أن هذا الفعل الذي يفعله يرفع حدثه، هذه هي النية، ولو كان غير مستحضر الحدث. فإن نوى رفع الحدث ولم يعلم أن عليه حدثا ارتفع لوجود النية. نعم. أو الوضوء للصلاة ونحوها. نعم، أو أن ينوي بالفعل إباحة ما يشترط له رفع الحدث، كأن ينوي بالفعل إباحة الصلاة
أو الطواف أو قراءة القرآن ونحو ذلك، فحينئذ يكون قد نوى الوضوء. ولذلك فإن بعض الناس قد تشكل عليه مسألة النية فيقول نويت الوضوء أو لم أنوه. نقول خروجك إلى المغسلة التي تغسل أو تتوضأ منها الحنفية الماء، هذه هي النية، لأنك نويت أن تفعل هذا الفعل ثم تذهب للصلاة، فنيتك موجودة. والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها. نعم، قول المصنف شرط لجميع الأعمال هي شرط للإثابة وشرط للصحة. أما كونها شرط للإثابة فلجميع الأعمال بلا استثناء، فكل الأعمال يثاب عليها المرء إذا نواها. وأما كونها شرطا للصحة فإنما تشترط في الأفعال دون الترك، فإن الترك لا يشترط لها النية لصحتها، كإزالة النجاسات، إذ إزالة النجاسات من أفعال التروك، فمن كان معه ماء فسقط الماء من يده على نجاسة فأزالها زالت النجاسة ولا تشترط لها النية. بقي عندنا مسألة وهي الكف. مر معكم في كتب الأصول أنهم يقولون إن الكف فعل، ومثل الكف الإمساك في نهاية رمضان، فإن الإمساك في نهاية رمضان ليس تركا وإنما هو كف وامتناع، فلا بد فيه من النية. وهذه مسألة أصولية مشهورة تكلم عنها في الروضة وغيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. نعم، إنما إن دخلت عليها ماء الكافة فتكف عملها فيرتفع اسمها وخبرها معا، لكن هذا الكف لعملها يزيد معناها، فإنها تفيد الحصر، إذ صيغ الحصر أربع عند علماء اللغة، منها دخول ماء الكافة على إن. ثم يقول بسم الله. قال ثم يقول بسم الله، لحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث وإن ضعف إسناده إلا أن العمل عليه، قاله أحمد، قال لا يصح في ذلك حديث لكن العمل عليه. وهنا فائدة، أن بعض الأحاديث تكون قد وصلتنا بإسناد فيه مقال لكن العمل عليه، إما لإجماع، مثل حديث نهي البيع الدين بالدين، نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، فإذا الإجماع على العمل به كما قاله أحمد، أو لأجل عمل جم كبير من الصحابة مثل هذا الحديث فقد عمل به عمر رضي الله عنه. إذن فقوله ثم يقول بسم الله للحديث الذي تقدم فهو إما مندوب أو واجب البسملة. ويغسل كفيه ثلاثا. نعم، وغسل الكفين ثلاثا ندبا، فيندب أن يغسل كفيه ثلاثا لأنها لم تذكر في الآية، إذ الواجبات في الوضوء الفروض الأربعة المذكورة في الآية، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ويتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. نعم، المضمضة والاستنشاق واجبان، لأن تجويف الفم وتجويف الأنف من الوجه، ولا يمكن غسلهما إلا بالمضمضة والاستنشاق، فيكونان واجبين. ولذا فإنها داخلة في قول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم. وما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا فيما نقله أصحابه كعثمان وعلي وغيره من الصحابة إلا وقد تمضمض واستنشق، كما أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما فقال إذا توضأت فاستنشق، فدل ذلك على وجوب الاستنشاق والمضمضة. طيب، عندنا مسائل. المسألة الأولى أن الواجب إنما هو المضمضة والاستنشاق، وأما الاستنثار فإنه سنة وليس بواجب، لأن الاستنثار من التوابع، والتابع ليس لازما وجوبه عند تحقق الأصل، فالتابع ليس بواجب بخلاف الوسائل التي لا يتحقق وجود الفعل إلا بها. إذن الاستنثار سنة وليس بواجب. ينبني على قولنا إنه سنة وليس بواجب أن نعرف الحد الأدنى المجزئ في المضمضة والحد الأدنى المجزئ في الاستنشاق، الذي من فعل أقل منه لم يصح فعله ولا وضوءه إلا عند العجز. الحد الأدنى من المضمضة قالوا هو فعل اثنين من ثلاثة، وهو إدخال الماء إلى الفم وتحريك الماء فيه ومجه، فمن فعل هذه الأمور الثلاثة فقد بالغ في المضمضة، ومن فعل اثنين منها فقد فعل الحد المجزئ من المضمضة، لأن من أدخل الماء إلى فيه
ثم مجه من غير تحريك سمي في لسان العرب قد تمضمض. كذلك من أدخل الماء إلى فيه ثم حركه وابتلعه سمي كذلك قد تمضمض. لكن من فعل شيئا واحدا بأن أدخل الماء إلى فيه ثم ابتلعه فإنه في لسان العرب يسمى شربا ولا يسمى مضمضة. ونحن عندنا المقدرات الشرعية إذا لم يرد فيها تقدير شرعي فإن نرجع إلى لسان العرب، فإن لم نجد فيه رجعنا إلى العرف. هذه قاعدة معروفة عند علمائنا، وهنا رجعنا في حد المضمضة إلى لسان العرب. إذن عرفنا المضمضة. الأمر الثاني الاستنشاق. الحد الأدنى في الاستنشاق عند الفقهاء إدخال الماء إلى الأنف بأي طريق كان، ومن أقل ما يكون إدخالا للماء أن يجعل في أصبعيه بللا أو في منديل بللا، ثم يجعل هذا المنديل أو الأصبعين في أنفه ثم يخرجها، هذا يكفي في الاستنشاق. جاء ذلك عن مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما وهو مجزئ، فيكون الحد الأدنى في الاستنشاق ذلك. أما الحد الأعلى في الاستنشاق فهو الجمع بينه وبين الاستنثار، فتدخل الماء ثم تخرجه، كما أن من صفة الكمال فيه أن تستنشق الماء بهوائك بالهواء بسحبه، كما أن من صفة الكمال فيه أن يصل الماء إلى آخر ما لان من الأنف، كما أن من صفة الكمال فيه الهيئة بأن يجمع المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، وأن يبدأ بالمضمضة بإدخال الماء قبل الاستنشاق ثم يكون الاستنشاق والاستنثار ثم يكون إتمام المضمضة بإخراج الماء بعده، فيكون تقديما للاستنشاق على المضمضة بهذه الحال. ثم يغسل وجهه ثلاثة. نعم، قال بثلاث غرفات، أي كل غرفة يكون فيها استنشاق ومضمضة معا. قال ثم يغسل وجهه ثلاثة. غسل الوجه واجب من واجباتي وفروضي الوضوء، والوجه له حد ذكره العلماء، قالوا حده من منابت الشعر طولا وهو هذا إلى من حدر من اللحيين، اللحيان هذان الذي عليهما اللحية تنبت ويكون فيهما العظم، فمن حدر من اللحيين أي ملتقاهما هنا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، فالبياض الذي يكون بين الأذن وبين العارضين هو من الوجه، فكل ذلك يسمى وجها. ومن طرائف التي يذكرها الفقهاء في حد الوجه أنهم عندما ذكروا حده طولا قالوا ولا عبرة بالأقرع ولا بالأفرع، والفرق بين الأقرع والأفرع أن الأقرع هو من انحسر شعره عن رأسه فأصبح مقدم رأسه لا شعر فيه، وأما الأفرع فهو الذي زاد شعر رأسه فنزل على جبينه، فلا نعتبر بعبرة بحد الشعر هنا، وإنما نقول العبرة بأواسط الناس وعامة الناس، فهو ما توسط بين الجبين والرأس فإنه حد الوجه، هذا هو حد الوجه. هنا فائدة مهمة جدا تتعلق بالشعور التي تكون في الوجه. الشعور التي تكون في الوجه عدها بعضهم 13 نوعا من الشعور: اللحية والعارضان والشارب والسبالتان والعنفقة والحاجبان والأهداب الأربعة. هذه الشعور التي تكون في الوجه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: خفيفة وكثيفة ومسترسلة. انتبه لكلامي، نحن نتكلم عن الشعور التي في الوجه لا في الرأس، ونتكلم عن الوضوء إلى الغسل. إذن الشعور ثلاثة، طال علينا الدرس فأسألكم، الشعور التي في الوجه ثلاثة، ما هي؟ هنا ما سألت هذه الجهة: خفيفة وكثيفة ومسترسلة. الخفيفة هي التي تشف البشرة تحتها، والكثيفة التي تاتر البشرة تحتها، والمسترسلة ما كانت زائدة عن حد الوجه. ما حكمها في الوضوء؟ نبدأ بالخفيفة. أما الخفيفة فإنه يجب غسل البشرة تحتها كالشعر الزغب الذي يكون في الوجنتين ونحوها، أو الشارب الخفيف، فيجب غسل البشرة، والمرء إذا غسل وجهه سيصل الماء إلى بشرته. ثانيا، الشعر والأصوب فيه لغة تحريك العين، وهو أصوب من سكون العين.
الشعر الكثيف الواجب غسل ظاهره، وأما باطنه فيندب عن طريق التخليل، وأما أصل الشعر فلا يشرع غسله. إذن الشعر الكثيف يستحب يجب غسل الظاهر بإسالة الماء على الظهر، على الرموش وعلى اللحية وعلى العارضين. يستحب تخليل باطنه فيما يخلل وهما اللحيتان، وقد جاء في التخليل ثلاثة صفات: العارضين بهذه الهيئة بأن يدخل كفيه في عارضيه، واللحية بأصابعه، أو بأن يجمع ماء، وقد جاء فيه حديث مروي عند أبي داود فيجعله تحت حنكه إن كان ذا لحية خفيفة، فيجعله للشعر ولا يجعله للبشرة. الأمر الثالث في الشعر الكثيف البشرة عند الوضوء لا يشرع غسلها، ليس سنة وليس واجبا، حكاه النووي إجماعا. هذا الشعر ماذا؟ الكثيف. النوع الثالث من الشعر وهو الشعر المسترسل ما زاد عن حد الوجه، هل يجب غسل مسترسل الشعر أم لا؟ مشهور المذهب أنه يجب، أنه يجب غسل هذا المسترسل. والرواية الثانية، وأنا أذكر الرواية الثانية لأن المصنف عني بذكرها غالبا، والرواية الثانية أنه لا يجب وإنما يستحب غسله، واختيار الشيخ تقي الدين وكأنه قد مال له بالرجب في القواعد. إذن عندنا الشعور في الوجه ثلاثة، فاعرف حكم كل واحد منها. نعم. ويديه إلى المرفقين ثلاثة. نعم، قال ويغسل يديه إلى المرفقين ثلاثة. اليد تغسل في موضعين، قبل الوجه وبعده. أما غسل اليد قبل الوجه فإنه مندوب إليها، وأما بعد الوجه فإنه واجب. طيب، غسل اليدين ذكر المصنف إلى المرفقين، أين المرفقان؟ المرفقان هما هذا العظم الناتئ الذي يكون فاصلا بين الذراع وبين العضد، هذا العظم والمفصل يسمى مرفقا. وقول المصنف هنا إلى المرفقين بمعنى مع المرفقين، مع المرفق، لأن ما بعد إلى ليس داخلا فيما قبلها على المشهور عند فقهائنا، وإن كان ذكر بعضهم كيس عبد الهادي أنه داخل فيه عند بعض الفقهاء إذا كان من جنسه، لكن نقول إن المرفق وجب غسله لدليل خارجي وهو حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ أدار بيده على مرفقه، فدل على وجوب غسل المرفق، ولأن بعض المرفق من الذراع فحينئذ يجب غسله، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيدار على المتمم له، فيجب مع غسل الذراع كاملا أن تزيد قليلا. إذن هذا الأمر الأول الذي عرفنا في غسل المرفق إلى الذراع، غسل اليد إلى المرفق. المسألة الثانية عندنا أننا عندما نقول غسل اليد، هذه الذراع لا تسمى يدا وحدها وإنما تسمى ذراعا، لا تسمى يدا إلا إذا كانت معها الكف، الكف وحدها يد، والكف مع الذراع يد، والكف مع الذراع مع العضد يد، الذراع وحدها ليست بيد، لا بد أن يكون معها كف. ولذا فإن الغسل بعد الوجه يجب فيه غسل الكف وما بعده إلى المرفق، فلا بد من جمعها جميعا. طيب، المسألة الثالثة أن هناك موضع يقول فيه العلماء تغسل فيه اليد إلى الكوع. وقبل أن أسأل عن هذا الموضع، أين يقع الكوع؟ نعم، الذي يلي الإبهام هو الكوع، وأنت تقول ماذا؟ الذي كلا العظمين في غيرها؟ نعم، نقول انظر، الإبهام يليه عظم الناتئ يسمى كوعا، والخنصر يليه عظم الناتئ آخر نسميه كرسوعا، ومجموع هذين العظمين يسمى رسغا، كما أن الذراع فيه عظمان سيأتينا إن شاء الله في باب الديات، فمجموع الأمرين يسمى كوعا.
لما قال العلماء في الوضوء ويستحب غسل اليدين إلى الكوع قبل غسل الوجه يقصدون إلى هذا الموضع الرسخ. وفي الصلاة قالوا ويقبض بيده اليمنى على كوعه، أي يقبض هنا، ليس المقصود أنه يقبض على مرفقه كما نرى من بعض الإخوان الذين يقرؤون في الكتب، وإنما القبض يكون للكوع، هذا هو القبض على الكوع، لأنك أنت أول ما تقبض من جهة الإبهام فتقبض هكذا فيكون قبضك على هذه الهيئة. وهناك كتاب مطبوع لصاحب تاج العروس وهو الزبيدي اسمه القول المسموع في الفرق بين الكوع والكرسوع، لأن بعض الناس قد لا يفرق بين كوعه وكرسوعه. ويمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدا منه مرة واحدة. نعم، يقول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، يقولون إن هذه الباء للإلصاق، فيكون الإلصاق بمسح الرأس كله. إذا مسح الرأس عندنا فيه حد وجوب وإجزاء وعندنا مندوب، أما صفة الوجوب فيه فهو أن يمسح الرأس كله، كل الرأس يجب مسحه، لأن الباء إنما جيء بها للإلصاق، ولا يعرف في لسان العرب أن تكون الباء للتبعيض مطلقا، وإنما في لسان العرب أنها للإلصاق، فإذا ألصقت اليد بالرأس فيجب مسح الرأس كله. طيب، عندما نقول مسح الرأس كله يجب أن نعرف حد الرأس وما استثني منه. أما حد الرأس فهو من حد الوجه من منابة الشعر إلى قفا الرأس، وأما الرقبة فليست من الرأس. والصدغان حكى ابن مفلح الإجماع على أنهما من الرأس. الصدغان هو هذا الشعر الذي يكون من الجهتين ويكون مجانبا ليس مقابلا، بإجماع أهل العلم أنها من الرأس. وحيث قلنا إنه يجب مسح الرأس كله، فيجب مسح الرأس ومنه الصدغان فتمسحه كاملا. طيب، عرفنا المسألة الثانية وهو حد الرأس. عندما قلنا إنه يجب مسح الرأس كله نقول للمشقة يعفى عن اليسير، مثل النجاسة للمشقة، فإنه ربما قد يفوت الشعرة والشعرتان والشيء اليسير الذي المسحة الواحدة قد لا تعمه فيعفى عنه للمشقة، فاليسير معفو عنه للمشقة لا على سبيل الإطلاق مطلقا، وإلا فالأصل مسح الرأس جميعا. الأمر الأخير أن هذه هي صفة الكمال، قد تكون مسحه باليد وقد تكون بخرقة، فلو جاء بخرقة وجعلها على رأسه أجزأ، خرقة مبللة عفوا، وجعلها على رأسه مسحها بها رأسه أي أمرها على رأسه أجزأ. طيب، لو أنه لم يمسح وإنما غسل بأن أسال الماء على رأسه مباشرة فهل يجزئه؟ قيل إنه لا يجزئه، وهذا قول كثير من المتأخرين، قالوا لأنه خالف أمر الله عز وجل ونحن مبنيون على الاتباع. وقيل إنه يجزئ، وهي رواية قوية، قالوا لأنه جاء بالدرجة الأعلى من درجات الغسل، إذ جاء بالإسالة وتحت الإسالة النضح وتحت النضح المسح، فالمسح أخف من النضح فحينئذ يجزئ. وعلى العموم المسألة فيها قولا، هذه صفة الإجزاء في مسح الرأس. أما صفة الكمال فهي التي جاءت في حديث عبد الله أنه يقبل بيديه ويدبر، جاء في بعض ألفاظ الحديث بدأ بمقدم رأسه، فقوله أقبل وأدبر هذه من الألفاظ التي تحكى على هذه الهيئة، مع أن صفة الإقبال والإدبار في مسح الرأس إنما هو في الحقيقة عكس، إدبار ثم إقبال، لكن هذه الألفاظ يعني من الألفاظ التي هكذا حكيت، لا تأتي بتقديم الإدبار على الإقبال، مثل أهلا وسهلا وغيرها من الألفاظ التي ذكرها أهل اللغة. وهذا معنى قول المصنف ويمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه وجوبا ثم يعيدهما، أي يرجع إليهما هذا ندبا إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة. طيب، انظر معي، عندي مسألة مهمة، قول المصنف مرة واحدة يدلنا على أن السنة في مسح الرأس أن يكون مرة واحدة فقط. طيب، قال العلماء كل ممسوح في الطهارات لا يشرع فيه التكرار، وما هي الممسوحات في الطهارة؟ أنا سأتيكم بالأول مسح الرأس
وأتوني بالباقيات. المسح على الخفين لا يشرع فيه التكرار وإنما مرة. المسح على الجبيرة، المسح على العمامة، المسح على خمار المرأة، كل هذه ممسوحات تمسح مرة واحدة. أسأل سؤالا فأجبني، أليس في ذلك تعارض بين قولنا إنه مرة واحدة المسح وبين قول المصنف للحديث أقبل بيديه وأدبر أنه ذهب ثم أعادها؟ أليس الإقبال والإدبار أليس مسحتين؟ لماذا؟ أحسنت. الإقبال والإدبار هو مسح لظاهر الشعر وباطنه، وليس تكرار للمسحة الواحدة، ليست للجهة الواحدة، وإنما هو مسح للظاهر والباطن معا، فلذلك يستحب الإقبال والإدبار معا. نعم. ثم يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. نعم. الأذنان جاء في حديث أنس أنهما من الرأس، ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنهما من الرأس أي يجب غسلهما كما يجب غسل يجب مسحهما كما يجب مسح الرأس. إذن فيجب مسح الأذنين، هما من الرأس حكما وليس من الرأس حقيقة، وسيأتي معنا إن شاء الله في الجوائف أثر هذا المعنى. طيب، كيف يكون مسح الأذنين من الرأس مع الرأس؟ نقول يكون مسحهما بصفة كمال وصفة إجزاء. أما صفة الإجزاء فهي مسح الظاهر والباطن، يجب مسح الظاهر والباطن. الظاهر، ظاهر الأذن، هو ما كان بين الأذن وبين الرأس، هذا يسمى ظاهر الأذن. باطن الأذن هو الذي يراه الناس، لأنه باطن يؤدي إلى باطن داخل الأذن. فصفة الإجزاء أن يبل يديه ثم يمسح الظاهر ثم يمسح الباطن والظاهر معا بهذه الطريقة، هذه صفة إجزاء. فيجب أن يعم الظاهر والباطن معا عندهم، لأن الأذنان من الرأس والرأس يجب استيعابه، فكذلك الأذنان يجب استيعاب ظاهرهما وباطنهما. أما صفة الكمال التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجعل السبابتين في صماخي الأذنين ثم يمسح بالإبهام الظاهر. أنت إذا فعلت ذلك فقد مسحت الظاهر والباطن معا، لأن السبابة عندما تدور بإبهامك على الظاهر تكون قد دارت على الباطن كله، وهذه هي صفة الكمال. طيب، المسألة الأخيرة، هل يأخذ ماء جديدا لأذنيه؟ نقول نعم، وهذا هو الأظهر في السنة، وإن كان الحديث المرفوع لا يثبت، إلا أن أحمد قد احتج بما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما، فإن ابن عمر رضي الله عنه كان يأخذ ماء جديدا لأذنيه. وابن عمر، من هو ابن عمر؟ ابن عمر كان يقلد النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة ناهيك عن كبيرة، حتى الاسطوانة التي تصلي عند النبي صلى الله عليه وسلم صلى عندها، المكان الذي بال عند النبي صلى الله عليه وسلم يبول عنده، فالظن أن له حكم الرفع ذلك، وليس ذلك اجتهادا، لأنه لما اجتهد في غسل عينيه من داخلهما أنكره عليه باقي الصحابة، وأما هذه فلا. وهذا يدلنا على أن قول فقهائنا أنه يستحب أخذ ماء جديد للأذنين هو الأظهر دليلا. وأما حديث الأذنان من الرأس فإنما يدل على وجوب غسل على وجوب مسح الأذنين، ولا يدل على أن المسألة أن الماء فيهما واحد. نعم. ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا. نعم، الكعبان هما العظمان الناتئان في جانب الرجل، فيجب غسلهما مرة ويستحب ثلاثا. هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن هذه هي صفة الكمال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعرفنا في كل واحدة من الأفعال السابقة ما هو المجزئ منها. والفرض من ذلك أن يغسل مرة واحدة. نعم، بدأ يتكلم عن الفرض، أن الواجب في الغسلات إنما هي واحدة، لأنه ثبت النبي صلى الله عليه وسلم غسل مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وخالف بينها في الأعداد، فغسل بعض الأعضاء ثنتين وبعضها ثلاثا وبعضها واحدة وبعضها ثلاثا. وأن يرتبها على ما ذكره الله تعالى في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. نعم، هذه الآية دلت على أن فرائض الوضوء أربع، ودلت على وجوب الترتيب. وجه دلالتها على وجوب الترتيب قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، حيث ذكر ممسوحا بين مغسولات، والمعروف في لسان العرب عند حديثهم
والمعروف في بيانهم وبلاغتهم أنهم يعطفون المتماثلات ثم يذكرون بعدها المتغيرات. وهنا ذكر ممسوح بين مغسولات وليس ذلك معروفا في البلاغة والبيان، فدل على أنه لا بد أن يكون لمخالفة الأصل والبيان والبلاغة معنى، فبحثنا فلم نجد معنى إلا وجوب الترتيب، فذكر ممسوح بين مغسولات يدلنا ذلك على وجوب الترتيب. ويدل على ذلك أيضا من الآية أن الله عز وجل ذكر فاء التعقيب في أول الفعل ثم عطف عليها الأفعال بالواو، فدل ذلك على أن المعطوف على المعقب معقب، فدل على وجوب الترتيب والموالاة فيهما معا. وألا يفصل بينها بفاصل طويل عرفا. نعم، من شرط الوضوء كذلك أن الموالاة بألا يفصل بينها بفاصل طويل، دليله من الآية عرفناه قبل قليل وهو الفاء، ودليله أيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء رجل وقد ترك من رجله بقعة لم يغسلها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد وضوءه، فدل ذلك على أن الفصل الطويل يكون يعني مفسدا للوضوء لفوات فرض الموالاة بين الأفعال. طيب، ما هو ضابط الموالاة؟ المعتمد والصحيح أن ضابط الموالاة عرفي كما ذكره المصنف، لأن عندنا قاعدة أن كل المقدرات نقدرها بالشرع، فإن لم يوجد فباللغة، فإن لم يوجد فبالعرف، هذه قاعدة نظرنا فلم نجد تقديرا شرعيا للموالاة في الوضوء، ولم نجد تقديرا لغويا كذلك، ولكن لها تقدير في العرف، فحينئذ نعمل به. بحيث لا ينبني بعضه على بعض. نعم، قال بحيث لا ينبني بعضه على بعض، بمعنى لو أن رجلا رأى هذا الشخص لقال إنه لا يتوضأ، ليس بمتوضئ. والعلماء يقولون من باب دلالتهم على شروط اشتراط الموالاة والترتيب، يقولون إن الوضوء هذا الفعل ليس منقولا، فإنما هو خاص بهذه الهيئة بخلاف الغسل، فإن الغسل مأخوذ من تعميم البدن، فلذا لا يشترط فيه الترتيب ولا الموالاة، فكل غسل البدن يسمى غسلا. أما الوضوء فلا يسمى الفعل وضوءا إلا بهذه الهيئة، وحينئذ فإن من فرق بين الأعضاء ناظر إليه لا يسمي فاعله متوضئا، فحينئذ لا يكون مواليا فيبطل وضوءه. وهذا معنى قوله بحيث لا ينبني بعضه على بعض، بل لابد أن يبني بعضه على بعض، فإذا نظر شخص إلى رجل يغسل يديه قال إنه يتوضأ ولم يقل إنه يغسل يديه، أو يغسل وجهه قال إنه يتوضأ ولم يقل إنه يغسل وجهه، فيسمي الأفعال الأربع هي التي تسمى جميعا وضوء. وكذا كل ما اشترطت له الموالاة. نعم، كل الأفعال التي يشترط لها الموالاة مثل الطواف بالبيت يشترط لها الموالاة، أو يستحب له الموالاة مثل بعض الأفعال، فإنه ضابط الموالاة فيها العرف. لعلنا نقف هنا بمشيئة الله عز وجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.